طبعا يعني بمناسبه احتفالات دار الاوبرا المصريه بالاشهر الحرم. النهارده احنا موجودين النهارده في مسرح الجمهوريه بنقدم باقه عطره جدا من الفن الانشائي الديني بقياده المايسترو الدكتور علاء عبد السلام تحفيظ الاستاذ احمد عبد الله بمشاركه زمايلي الجمال الفنانين الكبار. حاجه حلوه جدا وحاجه بنستناها، بنستنى الاشهر الحرم، بنستنى المناسبات الدينية علشان بنلاقي فيها نفسنا. يعني بنحب نظهر جدا في الأوقات ديت، بنحب نقد بنلاقي جمهور نفسه بيدور علينا. جمهور في الأشهر الحرم في مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة، بيدور على فرقة الإنشاء الديني، بيجي يسمعنا سواء في مسرح الجمهورية، في مسرح أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، مسرح أوبرا دمنهور، أوبرا القاهرة، مسرح النافورة. بفضل الله يعني بلا جمهور، ودي حاجه بتسعدنا جدا. ان شاء الله هقدم النهارده باذن الله من الحان استاذنا الكبير سيد اسماعيل اغنيه النبى عربي، ومن الحاجات الشعبيه الجميله جدا عن ستنا السيده زينب يم البشار والمدد، طبعا من الحاجات التراث الشعبي بتاعنا بتاع اللي نقول عليه في الموالد. فيا رب ان شاء الله نال اعجاب حضراتكم باذن الله. حفلتنا النهارده ان شاء الله كده من يعني احنا عندنا دايما بنصعد او بنحب نشارك في الامه الاسلاميه عموما والمسلمين على مستوى العالم باحتفالاتنا ولايالينا الدينيه المميزه في على مدار العام يعني. واحنا كفرقه انشاد ديني يعني بنحب دايما نشارك في المناسبات الدينيه المشهوره عندنا زي المولد النبوي، زي ليالي رمضان، زي ليله الاسراء، زي حاجات كتيرة كده من ملال الدينية الجميلة. احنا كمان بنحس ان الاحتفالات دي بتبقى الروح فيها جميلة وعالية كده، الناس تيجي مهيئة ومستعدة نفسيا، فبقى استقبال الناس للإنشاد في المناسبات دي كمان أعلى وأجمل يعني. والنهاردة إن شاء الله من حظ الجميل هقدم لحن كده اسمه ليلة الإسراء، وفي لحن كمان صوفي تاني اسمه مشهور قوي طبعا بيتقال هو أساسا من صعيدنا عندنا اسمه قمر سيدنا النبي. دي من زمان كان مأسسها المايسترو العظيم عبد الحليم نويرة، وكان عامل فرقة الإنشاد الديني دي من أيام سيادة الرئيس محمد أنور السادات، وكان هو اللي أمر بإنشاء هذه الفرقة وعملها المايسترو عبد الحليم نويرة. والحمد لله كانت الفرقة دي يعني كان في ناس عظام جدا، واحنا وفضلت طبعا تتوارث الأجيال ويجي ناس تانية وأصوات جديدة، زي ما احنا عندنا النهارده في اصوات جديده وفي ناس عندنا مبشرين وعلى مستوى عالي جدا. والنهارده الفرقه تبقى بقياده المايسترو، الحفله النهارده بقياده الدكتور علاء عبد السلام، وان شاء الله الحفله هتعجبكم جدا. وانا النهارده هغني لحنين، واحد من الحان الاستاذ احمد عبد الله هو اللي عامله، واحب عايد عليكم مثلا اقول ايه النهارده عشان نحضر العرض بتاع الانشاد الديني في مسرح الجمهوريه. احنا من الناس انا واسرتي اللي متابعين للفن القديم الجميل والثقافه الحلوه، سواء كان في المسرح القومي او في مسرح معهد الموسيقى العربيه او في مسرح الجمهوريه في دار الاوبرا. تخلي الواحد يحس بالحاجات اللي هو بيحبها الاول يعني، دي بدايه يعني، وانا من الناس اللي بيحبوا ده من زمان. والحاجه الثانيه انه شحنة روحية حلوة جميلة الواحد بيخرج بيها النهاردة كده في المناسبة الجميلة اللي احنا بمر بيها، مناسبة الإسراء والمعراج. بصراحة مش أول مرة يعني أحضر حفلة هنا، دي تاني مرة ليا، وأنا بصراحة فرحان جدا ومبسوط إن أنا يعني في حاجات بتتعمل وحفلات بتتعمل زي كده، لأن هي بتمس الإنسان، أو بمعنى صح يعني هي بتبقى حاجة بتحسسني إن أنا فرحان من نفسي بصراحة يعني، أو فرحان إن هو في حاجات في مصر زي كده، لأن مصر أصلا أصل الفن، فكون في حاجه زي كده بتحصل اصلا فده كويس جدا، وفي اصوات كتيره جدا بسمعها بتبقى عجباني بصراحه. فيا ريت لو احنا نزود من ده كمان يبقى كده احسن بكتير. والله انا بحب الحفلات الدينيه لان هي بتمس قلبي بصراحه، وبحس ان الحفلات الدينيه دي بتنمي بعض الاحاسيس اللي عندنا، لان هي فقط مش مجرد اغاني او كلمات بتتقال، ده فيها حاجات كتيره جدا بتمس الانسان وبتمس الروح بتاعت الواحد، بتحمسه بتخليه بتفوقه كمان وحاجات مثل هذا يعني. اختبر الفرقة 2017 والحمد لله تم عمل اختبارات والحمد لله ربنا وفقني فيها. احنا دايما في الأوبرا هنا بنقدم باقة من الأناشيد الدينية في معظم المواسم في السنة، المواسم الدينية، شهر رمضان، الإسراء والمعراج، نص شعبان، والمواسم كلها. النهاردة إن شاء الله بنقدم باقة كويسة جدا من الأناشيد الدينية كلها تراثية، وفي حاجات لسه جديدة
فان شاء الله دعواتكم بالتوفيق يعني ان شاء الله. والنهارده ان شاء الله انا اقدم انشوده اسمها يا غفار من كلمات الشيخ سلام الرادي ومن الحان استاذنا الكبير استاذ محمد عبد الله. هي في مستهل الحفل النهارده ان شاء الله. ممكن نقول منها كوبليه صغير